تعرفه؟ آه عمري ما شفته. تعرفني أخويا؟ لا لا سيدي لا لا. آه واش قلت لك؟ عمره ما شفني. شخصية عمي أرزقي في فيلم هروب حسن طيرو خلات بصمة قوية في الذاكرة الشعبية الجزائرية. وانت يلزم تكون من جهتنا كي بحالي. أنا البشكارة. أنا مريض بالضيقة ولدي ما نجمش. صح هذا المشهد قد ما نتفرجوا أبدا لن نملوا، لكن هذا الفنان شفته غير في هذا الدور وما نعرف عليه حتى شيء. هو محي الدين بشطارزي، مولود في القصبة في 15 ديسمبر عام 1897. العائلة لاباس بها، معروفين باسم دار الفنارجي. تعلم وحفظ القرآن عند الشيخ عثمان، وفي عمر 15 سنة رجع حزاب. وش حبي يقول حزاب؟ الحزاب هو اللي يختم القرآن ويجوده. وفي 17 سنة تعلم المدائح والقصائد الدينية عند الشيخ أحمد بوغندورة، ومن قوة صوته للشباب خيروه حتى يأذن في جامع باب جديد بساحة الشهادة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ومرة وهو يأذن كيما العادة والعوايد سمعوا إدمون يافعي اللي كان قائد فرقة تغني الأندلسي اسمها المطربية. بحث وسقص على صاحب الصوت وعرض عليه يلتحق بالفرقة. محي الدين اللي كان عمره 21 سنة ذاك الوقت بعد تفكير طويل قبل وتخلى المطربية اللي سجل فيها أول أسطوانة له عام 1919. أبدع في الأندلسي وغنى جميع المقامات. يا أهل أندلسي لله دركم الغناء الأوبرالي وتألق فيه، حتى سماوه أنريكو كارلوزو نسبة لمغني إيطالي. كيفاش راح من الغناء للتمثيل؟ كي جمعته ليام مع رشيد قسنطيني وعلالو أسوا أول مسرح جزائري، وقرروا أنهم يعملوا التمثيليات والأغاني الكوميدية باللهجة العامية، وحتى يجيبوا جمهور كانوا يدوروا في القصبة دار دار، وقدموا أول تمثيلية تحت عنوان في سبيل الوطن سنة 1922. وأول مسرحية ألفها محي الدين كان اسمها العلماء المزيفون. بندم في عقله قول له لحاج فيه غشش. يا سيدي خليونا من هذا. بقى بشطارزي بين المطربية والمسرح حتى جات الحرب العالمية الثانية وحبس كل شيء. وبعد ما خلاصت صمم بشطارزي يفتح باب المسرح البلدي من جديد وشكل فرقة وقدموا أول عرض في 1946. ومع الوقت عملوا تمثيليات ومسرحيات مميزة. شكون كان معاه في هذه الفرقة؟ أسماء كبيرة في عالم المسرح والسينما كي مرويشد، مصطفى ونوريا قصدرلي، حسن الحساني المعروف ببو بقرة، مصطفى كاتب، محمد والنيش، كلتوم، يوسف بن حطاب وغيرهم. وتقبض الشروط اللي يوصلوا لبلادهم يوخذوه غير غردهم. ومثل في عدة أفلام معروفة مثل هروب حسن طيرو وفيلم الأفيون والعصا للمخرج أحمد راشدي. وش بك هالقرية ماشلك؟ رجل عن خوتك. هات القوة يا أبو قلبي يا ابني. الكلاب يموتوا هاملين. ما توسخش يدك بدم كلب. توفى أب المسرح الجزائري في 6 فيفري 1986. عاش للفن. ولما يحكي على أكبر إنجازاته يقول: أول ما فرحت لما والدي فرح بيا لما حفظت القرآن، هذه الأولى. الثانية لما تسميت حزاب في الجامع الجديد. الثالثة لما سجلت الأسطوانة الأولى في 1919. كذلك شيء ما ننساش بعد في فرح كبير مع الإخوة ومع الشباب أخواني وعذاب وكفاح وما شبه ذلك، وحنا مرميين لما وصلنا قبلونا في المسرح البلدي الجزائري اللي كان يسوي الأوبيرا، وكوننا فرقة عربية لأول مرة في الجزائر في 1946. هذا شيء لا ينساه.